عليكم. اليوم غادي نكملوا ان شاء الله على هذه السلسله اللي كنا ديجا قلنا كي غادي نديروا نعرف شحال خاصني ديال السعرات الحراريه. دونك السعرات الحراريه هما لي كالوري اللي غادي تاخذهم في النهار ديالك، وكاين لي ماكرو. لي ماكرو بزاف اللي كيسمعوا شنو الماكرو وما كيفهمش واش هي الماكرو. الماكرو هو مثلا لو ديتاي ديال دوك السعرات الحراريه، مثلا البروتين والدهون الكاربس السكر. دونك هادو هما لي ماكرو. هنايا غادي نبقاو نشوفو في هذا الفيديو هذا ان شاء الله غادي نديرو التكمله على هاد الفيديو هذا تاع هاد السيري هادي. وغادي نشوفو اشنو خصني ندير الا بغيت نزيد في لو بوا ولا نقص في لو بوا. يعني واش خصني نقص البروتين ولا نزيد البروتين، خصني نزيد الكارب نقص الكارب، خصني نخلي الفات نزيد الفات. بقاو معايا في هذا الفيديو هذا. بون هنايا غادي نهضروا على جوج ديال الحوايج، وهما اولا التنشيف اولا من تبغي تنقص الوزن، وثاني حاجه التضخيم اولا بغيت تزيد زياده الوزن. هادو ماشي نفس الشيء وهادو عاوده ماشي نفس الشيء. دونك انا اشنو خصني ندير في التنشيف وشنو خصني ندير في التضخيم. يعني في التنشيف خصك تعرف اشنو خصك تزيد، واش البروتين ولا الكارب ولا الدهون. ونفس الشيء في التضخيم خصك تعرف واش تزيد البروتين او الدهون او الكارب او تنقص واحد بهم او تخليه معتدل. دونك هنا في التنشيف اولا من تبغي دير نقصان الوزن، فهنايا خصك تاخذ في كل واحد كيلوغرام، خاصك تاخذ في كل كيلوغرام ديالك تاخذ 2.5 غرام ديال البروتين في اليوم ديالك. مثال الوزن ديالك مثلا هو 65 كيلوغرام، دوك هنا الحاجة من البروتين في اليوم هي كتاخذ داك 65 غرام ديال الوزن كيلوغرام ديال الوزن ديالك وتضربو في 2.5. هنا ما درتش الناتج هو اللي غادي يعطيك اون غرام، لان علاش خاصك تحول هذه 65 كيلوغرام اللبس. اللبس هو اللي كيستعملوه لي زاميريكان بزاف، وهو اللي كان احسن تحسب به. هو غادي نوريكم كيفاش ديروا هاد الحساب من 65 كيلوغرام تحولوها لليبس، كتضربو في 2.2 كتعطيكم اللبس، وكتحسبوا الحاجيات ديال البروتين ديالك. دونك هنا كتحسبوا الحاجيات ديال البروتين ديالكم كتشوفوا شحال كتجيك. دونك هذا مثال 65 كيلوغرام بالنسبه للبروتين. بالنسبه للدهون فهنا يجب تلبيه 20% من الحاجيات اليوميه الا كنت في مرحله التنشيف. والكارب غادي بيان سور يكون ناقص، خاص يكون عندك 10% من الحاجيات اليوميه. اذا هنا كنفهموا انه الا كنت في فتره التنشيف فالبروتين غادي يكون طالع، داكور، الدهون غادي تكون معتدلة، والكارب غادي يكون ناقص، داكور، لأن راك في مرحلة التنشيف أولا نقصان الوزن، والكارب كتسبب تجمع ديال الفات. إلى مشينا لمرحلة التضخيم أولا زيادة الوزن، دونك هنا خاصك تاخذ بروتين في كل كيلو غرام واحد من الجسم ديالك، خاصك تاخذ ما بين 1.5 غرام حتى 2 غرام في كل كيلو ديالك. مثال هنا بنفس الشيء 65 كيلوغرام، دونك انا من الاحسن نحولوها لليبس، كضربها في 1.5 وكتعطيك الناتج ديال شحال خاصك من غرام ديال البروتين في اليوم ديالك. هنا ما عطيتش النتيجة، علاش؟ لان خص تحولوها لليبس من الاحسن، وكتضربو 2.2. إذن هذا بالنسبة للبروتين. هنا كتشوفوا بأن الكمية ناقصة، هنا جوج من بين 1.5 حتى 2، ولكن هنا إلا كنتي كتنشف كتطلع البروتين. يعني هنا أوتوماتيك ممكن نفهمو أنني إلا كنت في مرحلة التضخيم فنقدر البروتين نخليه معتدل، درت هنا بلوس ولكن هنا درت بلوس يعني كنطلع. بالنسبة للدهون فهنا التلبية ديال الحاجيات كتكون 20%، غادي تخليها كما هي من الحاجيات اليومية، غادي نخليها بليوس، داكور،
اما بالنسبه للكارب فهنا كتوصل الحاجيات من 30% حتى ل 50% من الحاجيات اليوميه، اذا غادي تكون هي بلس بلس. دونك هنا على حساب الحاجه ديالك، كنت باغي تنشف فهنا خاصك تزيد البروتين، تخلي الدهنيات معتدله وتنقص من الكارب. كنت باغي تضخم خاصك تخلي البروتين كما يعني معتدل معتدل، الدهون معتدله والكارب غادي تزيدو. علاش الكارب؟ لان الكارب هو اللي غادي يعاونك باش لي ميسكل ديالك يزيدو، باش يكون عندك القوه في في في, في الحصه ديالك، وكيعاون على الاستشفاء العضلي بيان سور، حتى البروتين كيعاون. ولكن في هذه المرحله ديال التضخيم كنحتاجو بزاف الكارب. ثاني حاجه ما خصكمش تنساو لي ميكرو نوتريسيون، وهما هما البوتاسيوم، الزنك، الكالسيوم، الصوديوم، المغنيسيوم، هادو اللي كيعتبروا من الاساسيات واللي يقدوا النقص ديال هاد الاساسيات لي ميكرو لي هاد لي ميكرو نوتريسيون ياثروا على نمو العضلات ديالك، لانهم بهاد لي ميكرو نوتريسيون اللي هم عندنا هنايا كيعاونوك ان انتاج التستوستيرون، انسولين، مقاد اكسيتيرا. دونك هنا كاين البوتاسيوم، كاين البوتاسيوم خاص ابتداء من هنا، عفوا راني غلط، نورمالمون البوتاسيوم خاص يكون ابتداء من 3600 ميلي غرام حتى 4200 ميلي غرام. هذا بالنسبه للبوتاسيوم. بالنسبه للصوديوم فهنا يمكن تاخذ اكثر، دونك هنايا ماشي انفيريور، ولكن من ابتداء من 2300 ميلي غرام. هذا بالنسبه للصوديوم، دونك هذه لا كونتيتي مينيموم كونسيي. هذا بالنسبه للصوديوم. بالنسبه للمغنيسيوم كيختلف هنا بالنسبه للرجال والنساء، سيرتو النساء الحوامل كيختلف لا كونتيتي اللي ياخذوها، فهنا كتختلف لا كونتيتي اللي ياخذوها. بالنسبه لهم خاصهم ياخذوا، بالنسبه للرجال يقدر ياخذ من 3100 ميلي غرام حتى ل 4000 او حتى 4200 ميلي غرام. هذا بالنسبه للناس اللي عندهم شي كتله عضليه اللي كبيره، دونك كياخذوا هاد لا كونتيتي 4200 يقدروا ياخذوا. بالنسبه للنساء فيقدروا ياخذوا ابتداء من 2300 ميلي غرام حتى ل 5000، والا كانوا اونسانت يعني حوامل فيقدر ياخذوا من 5100 ميلي غرام. من جي اجي ودروكي نمشيو للزنك. الزنك كتقدر تاخذ ابتداء من 15 ميلي غرام حتى ل 50 ميلي غرام. هذا الزنك. بالنسبه للكالسيوم فهنا خاصك ضروري توفر ابتداء من 1200 ميلي غرام حتى 1500 ميلي غرام. دونك هادو البوتاسيوم، الصوديوم، المغنيسيوم، الزنك، الكالسيوم خاصهم يكونوا ضروري عندك في الاكل ديالك كل يوم، سينو غادي يكون عندك نقص في شي حاجه، سواء غادي يكون عندك نقص في افراز هرمون التستوستيرون، هرمون النمو، الى غير ذلك. اصلا هرمون التستوستيرون متعلق بزاف ديال الافرازات ديال الهرمونات اللي عندنا في الجسم ديالك، ومنهم حتى الستريس. اذا كنتمنى انكم استفدتوا من هذا الشيء. الا بغيت دير انقاص الوزن او للتنشيف، بغيت دير التضخيم او زياده الوزن، غادي نحط لكم هاد التصويره، غادي نحطها لكم في التالي ديال الفيديو. وهنايا عاوده لي ميكرو نوتريسيون باش تعرفوا لا كونتيتي الموصى بها. هنا كيكون لو مينيموم، وهنا كيكون عندك لو ماكسيموم اللي ما خصكش تعداه في هاد لي ميكرو نوتريسيون. الى عجبكم الفيديو ديروا له بارطاج، ونعطيكم تصاور.